أرحب بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يوم يتجدد معكم وجولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. والبداية محلية ونقرأ من صحيفة الأهرام: الدولة المصرية تتحرك في سياق تصور متكامل. الرئيس خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان: مستقبل البلاد ليس كلاما ولكن جهد وعرق وتضحية من أجل الأجيال. أختار الطريق الصعب ولا بد من إعادة ترتيب أوراق الدولة لتصبح ذات شأن. وفي سياق آخر: نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء وانخفاض لحدود القبول في كليات القمة. ومن صحيفة الأخبار: السيسي لا إلغاء للدعم وإعادة تنظيمه. الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات والزيادة السكانية مشكلة في ظل نقص الموارد. رئيس الوزراء يستعرض أهم الإنجازات وتطوير العشوائيات. وصول 1.7 مليون جرعة من أسترازينيكا. ولمحبي الرياضة كتبت الصحيفة: صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي، سجل في الافتتاح لخمسة مواسم متتالية. ومن اليوم السابع نطالع: الحكومة تستعرض إنجازات الإسكان في 7 سنوات وتؤكد توازي 40 سنة مضت. زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية. دراسة حديثة: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. وحياة كريمة تصل تاريخا جديدا بتغيير واقع 4500 قرية. ونطالع من صحيفة الوطن: التعليم 53,000 طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات، واختبارات القدرات 125,000 سجلوا أسماءهم. بالمجان في 10 محافظات حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية. 4 نواب في الكونغرس الأمريكي يغردون لدعم مصر، الشراكة معها ضرورية لمكافحة الإرهاب. ونتحول في وقفتنا إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط ونطالع منها: الكاظمي يتوعد كل من يستهدف مقدرات الشعب، بغداد الكرخ بلا ماء والرصافة بلا كهرباء، التحالف الدولي يعتقل قياديا داعشيا شرق سوريا، اليونيسف تعلن تقليص أنشطتها في اليمن من الشهر المقبل. ومن الخليج الإماراتية: 20 قتيلا في انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان، الجيش اللبناني ينتشر في محطات الوقود وتحذيرات من كارثة وشيكة، حرائق الجزائر تحت السيطرة وتشيع الضحايا العسكريين، بوتين: الكوارث الطبيعية هذه السنة ذات نطاق غير مسبوق. ومن الدستور الأردنية: التهجير يتهدد عائلات فلسطينية في الضفة والقدس، الصندوق الدائم لإسرائيل يعمل كذراع استيطاني بامتياز ويسجل آلاف الأملاك الفلسطينية باسمه، عملية عسكرية واسعة لملاحقة بقايا داعش بعد يوم من استنفار أمني في العراق لإيقاف الهجمات على خطوط نقل الكهرباء. من القبس الكويتية: الخارجية الكويتية تستنكر بأشد العبارات اعتداءات الحوثي على السعودية، هي تقويض لاستقرار المنطقة كلها، انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردعها. الأزمة تشتد في لبنان والجيش يتحرك لمنع الاحتكار. فقدان المازوت مستمر ويهدد بانقطاع الاتصالات. نتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة وول ستريت الأمريكية، حيث كتبت: حركة طالبان تسيطر على مدينة جلالابات في شرق أفغانستان لتصبح بذلك العاصمة كابل، آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة. جو بايدن يوجه بتقديم الدعم لهايتي بعد الزلزال العنيف الذي ضربها. ومن لوموند الفرنسية: واشنطن ترسل 5,000 جندي إضافي إلى أفغانستان، وأمريكا وكندا يبحثان الجهود الدبلوماسية المشتركة للحد من العنف في البلاد. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 206 ملايين إصابة، وتظاهرات رافضة للتصريح الصحي في فرنسا. ونرصد من صحيفة الأوبزيرفر البريطانية: الرئيس والأفغاني تعهدوا بإعادة تعبئة الجيش لصد تقدم طالبان السريع، ارتفاع عدد قتلى الحرائق في الجزائر، ورجال الإطفاء يكافحون آخر البؤر المشتعلة. 8 قتلى إثر تحطم طائرة روسية مشاركة في إطفاء الحرائق في تركيا، وفيضانات تركيا تودي بحياة 44 شخصا، واستمرار البحث عن ناجين.
ومن نيويورك تايمز الأمريكية نطالع إجلاء موظفي السفارة الأمريكية بكابول وطالبان تسيطر على طرق تربط أفغانستان بباكستان. فيضانات وانزلاقات للتربة إثر أمطار غزيرة في اليابان. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية نتيجة الإصابة بكورونا. أتحول معكم لأبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم، والبداية من الأهرام. الرئيس السيسي: المصريون وقفوا وتصدوا من أجل حماية الوطن من التخريب ودفعوا ثمن التغيير والتصحيح والإصلاح الاقتصادي، لم يكن لينجح إلا بالمصريين. من الخليج الإماراتية: حاكم مصر في لبنان رياض سلامة، لا أحد يدير لبنان. ومن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بإقامة علاقة قوية مع حكومة أفغانستان واستمرار دعم الشعب الأفغاني. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة المصري اليوم: وضع اللمسات النهائية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس، حيث تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القاعة المخصصة للعرض المصري. وتبلغ مساحة القاعة والتي سيتم فيها عرض 181 قطعة أثرية تبرز الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة 3000 متر مربع. ومن الديلي ميل البريطانية نقرأ: دراسة بريطانية جديدة تكشف أن من يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل من 21% للإصابة بأمراض الكبد المزمن مقارنة بمن لا يشربونها، حيث درس الباحثون التاريخ الطبي واستهلاك القهوة لنحو نصف مليون بريطاني، ووجدوا أن المشروب يحتوي على مركبات هامة تخفف التهابات الكبد. بهذا نصل معكم لختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.